وشعارنا هو ادخل سخن، وادخل سخن، خذ اخويا الدواء. إنها عالقة، هنا زرقوزة مزيان مزيان مزيان، زرقوزة مزيان تضربي بالظليمة، أنا راه كنقول بيا هنا زرقوزة. إنها زرقوزة يلي كان يفرد على شعيبة في الليل أو صافا. التماك يا خو هيا هيا شعيبة وليدي هيا 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 خودي زيرة الصنارة هيا زرقاء اللون هيا شعيبة دي الثانية لكن نقول شعيبة زيرتها صنارة كانت بغا تسلتها. يلا بوسي بوسي المشاهدين بوسي نضرب في الخدمة دابا بوسي بوسي المشاهدين بوس 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 قلت لهم قولي لي وانا جيت على شعيبة تحية لسي مصطفى قنيطرة هاي هاي سي مصطفى هاي بوسك هاي بوسو بوسو سو سنينة شو يلا دخل الدفا دخل الدفا خذ سخن وصلنا رمضان زير الشعيبة الموتور عدو كبير كان وصل 11 خولي الى زروال بدات تسيني بالحمار النهار الاول ليش ركبنا هذا الموتور كبير ليش حولوا المسير عاقت فينا هنا هازا واحد حوت وجا من مع الشتا شوفو اللي غنديرو ليه واي الشتاء قوية وزيد 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 مع الشتا غادي هي هذيك طالعه ديك واعره عيدناك من الشتا ومن الحر ومن كل شيء وغادي نغدى عليا الشتا هذه ماشي زريقه هذه انا قال لكم هو فينا هو
زوم الطرقيه وكل شيء وخرجنا. الله يقول لهم تحيه، وخا الشتا وخا رغم الظروف جد 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 الرقامه. هاد بصح الكاميرا فين غتلون. الله يجعل البركه. شريغوزه زريقوزه القصيبه راه خدامه. راه قطع ليا الطرقيه. ودخل الدفا شتاء قوي هادي. انو هادي داز تبارك الله ديال الشتاء. دازت ها هيدا طيح هيدا داك الميكروب وهداك الشي من الارض. الشتاء راه زينة. اليوم غنهضرو على واحد الموضوع ديال اللغين ديال القميم. دابا الناس المبتدئين يردوا المخاطر ديال القميم، ان اخطر حاجه وهي القميمه تجي لك تضربك الراس ولا دراعك ولا رجلك ولا تضرب لي حداك. دابا هنا انا واحد ليا دابا القميمه كيفاش غنفكها؟ خاصني نحاول نشوف واش فوق الماء ولا تحت الماء. الا كانت فوق الماء واخا ترى جريتها بيدي، الا كانت فوق الماء حذاري راه تقطع السناره وتجي لك القميمه. ديما نبقى معايا حتى شوف واش غدير لها شي حل يكون باش ما تجيش لك، اما تجرهك اما تجرهك باش ما تجيش لك القميمه اللي عندك تانيش. بالنسبه لي انا دابا واحله ليا وسط الماء لتحت، انا غنوريكم الطريقه. كنجمع وكنشد الخيط هذا، ها هو بحال اللي خايف على يدي ما يكونوا رطبين شويه يدير دير تريكو ديالو ولا شي ما يدير تريكو ديالو. انا غندير يدي ها كنشد الخيط وكنطوي على جوج. ها ملي كنطوي على جوج ما كيبقاش هاز من الماكينه، حيت جريتي من الماكينه تا الراس ديال هاد الماكينه. المهم انا كنجر ونصد الجهه الاخرى ونتكي راسي تحت مربى نطلع ولا شي شاه. ها هي دابا تقطعات وبقيت انا بسلام، حيت لا جات لي القميمه الله يرحمني. هذه نصيحة للإخوان المبتدئين. الله يرحمنيكم الوالدين. شحال من واحد كيبان ليا ما كيحضيش من هاد القضية ديال القميم. بحال ديك النهار جيت حدا واحد الضربة الأولى جر طلع لي قميمة وحدة راسي فيو طلعها لي حتى ضربت الله. قلت له انت اش درتي؟ قال لي واقيلا كنت نخسر معاك اش عيبة. انت مني غيضربك قميمه اش غيدير لك هو؟ جيت نقولك اودي اسمح لي راني ما شفتكش. تبقيتي متقوب ولا فلق وهو يقولك اسمح لي. هذا جاد خاصنا ضروري نردو البال للي حدانا ولا حنا ولا اي واحد. ايوا كيف قال واحد السيد جيت نهضر مع القميمه القميم قال لي انا راه قميمه تقبت لي تيريزا كاسكيت اللي ديرو على راسو ديرو ديال الدوم وتقبدتو من حدا عينو وطلعت. راه خطر هادشي ديال القميم خطر، ردوا البال منو بزاف. دابا حنا غنتحولو. ايوا نوبا نوبا كنقيسو هنا نقيسو هنا نقيسو هنا نجرب الله شي يشحوت. حنا جينا الصباح شدينا واحد ثلاثة القرفوحات واحد زريقوزة. ايوا الله يجعل البركة. المهم الموضوع ديالنا راه هو القميم اليوم، ردوا البال منه مزيان حيت لي ما عارفوش راه يقدر يدير لي شي مشاكل. ملي كطلع القميمه عرفتي فشحال كتجي، حيت السبيب كيتجبد والقصبه هي كتجبد من راسها، ومني كطلق كتصيفطها بحال المقلع. الله يستر الله ينجينا ونجيكم. كنقول لكم القميمه اللي كتكون باينه الفوق وياكم تجربوها
يطلع ليكم، راه تقطع السنارة وتطلع ليكم. زروا هوك ولا هوك، اما الجين بهوك ولا الجين بهوك، فهمنا؟ يلا شوفوا اللي كاين شي تقويسه هذا الصباح، الله يسهل عليكم. اجي بسمينا، هو جيت هنا تكيت ملي لقيت الخيط مع الرب طاح، انا هي زريقه لا شي فرخ جا الحجر في الليل ولا بالنهار؟ وبالنهار يا مس في النهار. نعستي واشي تام حد ساعه قول هو هز المريه شحال باقي فيها؟ المريه هي مكملتش، كملت يوم شحال في الشهر؟ يوم 16 وقت شحال؟ 16 راه يوم 17 يا ناس 17 في رمضان؟ يوم الجمعه ها ورا 17 17 كصغار مريه؟ صغار تاع راه طياح، كل ما كان طياح راه ما جرش كاع ما يخواش؟ ما يخواش. والصغرانيه شحال فيها تاهي من يوم؟ او الصغرانيه راه فيها تاهي حسب على 4 ايام دي الصغرانيه ما صغير. والهمز نهار اش كيجي؟ والهمز باطل، الهمز خسر على الخميس. لا اش من نهار اش بالتاريخ؟ في الشهر؟ شهر العربي نهار 25 في هذا القمر غادي يبدا الهمز. 25؟ ماشي 23؟ 25 جالس 23. 25 كتبدا الماريه. غادي يبدا يخشم. كتبدا الهمز ديال الكبرانيه. هكاك يبدا الهمز. مو الماريه ما تجي حتى نهار 10 و11. وتم غادا. غادي راه دير راه الشهر هذه اللي جايه. 25؟ لا اليوم بحالات قادوا شويه ما. ياك؟ قادين باقي. باقي درك هيا النهار سعاد ياكل من الليل. درك نين؟ ساير ياكل فيها. حد يرجع؟ بدا يرجع؟ يبدا طوال النهار دابا. النهار راه طوال. بدا يجيب النهار. النهار اسيدي اش باقي شحال باقي ليه؟ دابا هذا مايو ولوليو. شهر 6؟ شهر 5 شهر 6؟ شهر. كيبقى غادي ويطول. يوقف يتم ثاني راجع. شهر 6 يتم يراجع؟ يوقف يوقف. يتم راجع بشي داكشي قريب سير مدة سبحان الله العظيم. ما يهلوليوه ميتلوه كيتقادوه فهمتي ما يبقى لا زيادة لا نقصان قد هاي كيتقاد داك النهار ايوا كلشي من الله كلشي من الله ما كاين حوت لا ما كاينش واحد ثلاث غويليلات بدودة بدودة ثلاث غويليلات اصغار اصغار سيبوا لي جوج وين يا صغار مام في الليل هادشي ها في الليل الليل تاع الصباح ما تبعك هي سبحان الله واش من منزله هادي درك هذا وادي يا سيدي راه البوطين هادي واقيلا دخلت البوطين شحال فيها هي فيها 13 هي اللي بقات هاد المنزله هي اللي بقات خايبه فيها 13 يوم فيها 13 ومن وراش كيجي؟ ما صافي الوقت توصل شهر 5 نص فيه ولا تاع ما بقاوش المنازل هذيك الساعه صافي حتى العنصره ايه غتمشي حتى العنصره هذيك الساعه العنصره هو السميم السميم راه كيسخن فيه الماء وييه والعنصره حتى هي لكن كاين العام اللي كيدوز فيها حوت هي كتعود فيها الحموره وتعود فيها في البحر هي الحموره نوبه خضر الماء هكاك وين كاين العام اللي كيجي فيها الحوت ياك كيخرج اي هاو كاين العام كيجي فيها الحوت دابا ما تحيد هاد المنزله عاد نقول المنزله تصوب غادا تصوب باقا فيها 13 يوم يكون خير هاد الشيء اللي كاين الله يجعل البركه وبنادم راه يعيش وصافي باش ما عطا الله حتى هو اش كان يقول لي واحد خينا يانس هنايا عند واحد طوموبيل هو جبدناها على البحر قال لي كاين البحر تحت الارض قال لي الموجه قال لي ملي كتكسر فيها 50 متر علو موجه قال لي كاين بحر تحت منا ارض والبحر ودرك انت طيقتيه ولا ها طيقتيه كاينه في كتاب هادشي ياك هما لو دارها من راسه وفي الكتاب كاين اشتانها في الكتاب قال لي هو يقول لك سبحان الله هو وهي نيت كاينه ماهيش ما كاينش كاينه عنده حق كاينه ارض تحت وكاين بحر ثاني يخلق الله ما يشاء واد الله ما راه
غني عن العالمين. لا لا امر شيء يكون فيكون. عاود ليا قال لي ذاك هو ذاك اللي كان يضيع في البحر واش ما وقعش نسيت سميته. كريستوف كريستوف كولومبوس هذاك قال لك دار واحد بحال الخلق انترونيك. قال لي ها وهو وجدوا في واحد البلاصه مده 500 متر هودو في البحر. هاد في البحر 500 متر غرق موجود باش وقل طلع واحد شي ربيعات. هذوك الربيعات هما اللي كيعطوا شكون الهواء والاكسجين. هذاك الربيعات سبحان الله هو اللي كيعطي العلم. هذوك الناس ذبحتو وقلبوا قلبوا قطره. هذاك دازو هذاك راه داز ما خلى حتى بلاصه في البحر. ما خلى حتى بلاصه. فريت هذاك داز ماهوش مات ولا الله اعلم. والله ما عرفش علي انا مزيان ولكن انا كنسمع لي رحلات كريستوف كان كيسافر بزاف كي في البحر. هو كيدير رحلات بزاف. هو بزاف شحال كيكتشف. انا كنكتشفها الخبز واسي صافي. يلا الله يعاون. عاون العاس مع السلامه. بالسلامه. ادخل تا هاي السي راشد هاي هادي هادي حتى زيدا هادي راه ما عندهاش معلابه هادي هاجي عاد نيشالات ما عندهاش معلابه شلاب ما عندهاش مع هاد القسمات تعرف جبد طلع سيه هذا مع القيطان طيب اسمينا حلوة بنينا كزايبة الاخرى اليوم اصبحت بكي تاني انا هادي غنمشي دركا غتبان عليها دركا تقول لها انا هوت شحال مداني ومن هوت لقات زريق اوزه تيدي من يديك يلا شديده وحيده مزيانه المنافسه مزيانه وحده طيب وحده دعزن وحده خويني غادي بغينا نديرو لها سكوتش هاد القصبة زعما بغينا نخلوها زعما زرقاء الاف يلا ويلي 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 جاي اليوم ما رجعش ليها ويلي ديما المخاطر الوحوش غير سواعرين ديال القطاع هما اللي كيكون فيهم الحوت ويلي 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 كنت انا كل الليل اش خاسر ما خاسر والو هاي وحدتين انا دوي معاه هلا الخبزه
سير سير وسير. ويلي 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 ما بقيت خاس. عمري الخيمة خلصنا الضو بكري. يلا صح دي الدنج. ها تجيبك عاد نس اش بيني وبينك. سيروا سير عمري الخيمة. زيد اصاحبي الدفات مالك. هذا مواليو. يلا دير تحية للناس ديال كازا وديال الرباط وديال القطة الجديدة والدار البيضاء وفاس ومكناس والعيون وداخلة وزمور و إييي باقا المنزلة جاية المعلم. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم لاباس صحيحة واش مبروكة. رمضان كريم اليوم 17 رمضان. ايوا صيدنا الصباح بكري عودنا مع شي تقريبا شي 5 صفينا بهاد الدورة هي الاولى وجاب الله القرفوحات الله يجعل البركة الخير هذا. ايوا نتمنى لكم تيسير الرياس ورمضان كريم وثاني زريقوزة يا هادي تاني زريقوزة اللي لقات شعيبة العام بقى ما سحميناش هادي تقريبا فيها شي كيلو الله يجعل البركة خير هذا. ايوا الله يجيبها سمينة حلوة بنينة. يلا تحية كبيرة لجميع المتتبعين ديال شعيبة فيما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن. سي عزيز تحية لك وتو الأصدقاء ديالك أستاذ عزيز برشيد. يلا طلع ليا في راسك. يلا بسلام عليكم الرياس. وشعارنا هو ادخل سخن وادخل سخن خول اخويا للدواء. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.